السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الـ Gradient Boosting with Earless Topping. في الفيديو السابق قد واجهتنا المشكلة التالية، وهي أنه لا نعرف كم عدد الـ Estimators التي يجب أن ندخلها في نموذج الـ Ensemble، حيث أنه في بعض الأحيان عندما تقوم بوضع العديد من الـ Estimators سوف يدخل نموذج الـ Ensemble في وضعية الـ Overfitting، بينما عندما يكون عدد الـ Estimators قليل سوف يدخل النموذج الأنسامبل في وضعية الأندر فيتنج. والإيرلي ستوبينج سوف تحاول حل هذه المشكلة بإيجاد أفضل عدد للإستيميتورز التي يجب أن تتواجد ضمن نموذج الأنسامبل. ففي البداية سوف نقوم بتضمين مكتبة النمباي import numpy as np، بعد ذلك from scikit-learn.model underscore selection import trainer underscore test underscore sibling، وكذلك from scikit-learn.matrix import mean underscore squared underscore error. بعد ذلك نقوم بفصل البيانات إلى بيانات تدريبية وبيانات لغرض التحقق، ف x underscore train فاصلة x underscore validation فاصلة y underscore train فاصلة y underscore validation تساوي train underscore test underscore submit. نفتح الأقواس x capital فاصلة y فاصلة random underscore state تساوي 49، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بتكوين Object للـ Gradient Boosting Regressor Class، فـ GBRT Object تساوي Gradient Boosting Regressor، نفتح الأقواس Maximum Underscore Depth يساوي 2 فاصلة N Underscore Estimators تساوي 120 فاصلة Random Underscore State تساوي 42، نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بتدريب النموذج على البيانات التدريبية gbrt.fit، نفتح الأقواس x underscore train فاصلة y underscore train، نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بحساب الخطأ الذي يرتكبه النموذج على بيانات التحقق، فإيرورز يساوي نفتح square bracket mean underscore squared underscore error، نفتح الأقواس y underscore validation فاصلة y underscore prediction، نغلق الأقواس. for y underscore prediction in gbrt.staged underscore predict، نفتح الأقواس x underscore validation، نغلق الأقواس، نغلق السكوير براكت. لاحظ الـ staged underscore predict method. هذه الميثود أو الفونكشن تستخدم لأجل إخراج تنبؤات نموذج الـ ensemble عندما يحوي شجرة قرار واحدة أو شجرتين من أشجار القرار أو ثلاثة أو أربعة، إلى أن تصل إلى عدد الأشجار القرار الكلي، والذي هو يكون في هذه الحالة 120. فهو يخرج تنبؤات نموذج الأنسامبل بشكل مراحل، بمعنى أنه يضيف لنموذج الأنسامبل نموذج ويخرج تنبؤاته، وكذلك الحال يستمر إلى أن يصل إلى 120 استيميتر داخل نموذج الأنسامبل. وفي كل مرحلة عندما يقوم بإخراج التنبؤات أو الـ Y underscore prediction، يقوم بوضعها ضمن دالة الـ mean underscore squared underscore error لإخراج خطأ نموذج الأنسامبل عندما يحوي عدد معين من الاستيميتر، حيث أنه هذه الدالة سوف تحتوي على الـ Y underscore validation وكذلك الـ Y underscore prediction لإظهار الخطأ. لاحظ بأنه الـ Errors تحوي على أخطاء نموذج الـ Ensemble على بيانات التحقق، فهنا خطأ نموذج الـ Ensemble عندما يحوي شجرة واحدة، وهنا عندما يحوي شجرتين أو ثلاثة أربعة، إلى أن يصل إلى 120 شجرة. فهذا هو خطأ نموذج الـ Ensemble عندما يحوي على 120 Estimator. بعد ذلك سوف نقوم بإخراج أفضل عدد لأشجار القرار ضمن نموذج الأنسامبل، والذي يجعل الخطأ الذي يرتكبه نموذج الأنسامبل أقل ما يمكن. فبيست أندرسكور أن أندرسكور استيميتورز تساوي mp.argumentMinimum، نفتح الأقواس errors، نغلق الأقواس، زائدا واحد. فهنا سوف يتم استخراج الإندكس الخاص بأقل خطأ يرتكبه نموذج الأنسامبل، وسوف يتم جمعه مع الواحد لمعرفة عدد أشجار القرار التي تجعل خطأ نموذج الأنسامبل أقل ما يمكن، وأن سبب جمعها مع الواحد وذلك لأنه الإندكس يبدأ من الصفر، بينما الـ N underscore estimators تبدأ من الواحد. بعد ذلك سوف نقوم بتكوين أوبجكت جديد للـ Gradient Boosting Regressor
وسوف نقوم بتدريبه باستخدام أفضل عدد للإستيميتورز، والذي استخرجناه ووضعناه في المتغير based underscore and underscore estimators. فGBRT underscore based تساوي gradient boosting regressor، نفتح الأقواس، maximum underscore depth يساوي 2.  underscore estimators تساوي based underscore and underscore estimators فاصلة random underscore state تساوي 42، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بتدريب النموذج. GBRT underscore base dot fit، نفتح الأقواس، X capital underscore train فاصلة Y underscore train. لتوضيح الأمر أكثر، سوف نقوم بعمل متغير اسمه minimum underscore error، والذي يساوي MP dot minimum، نفتح الأقواس، errors، نغلق الأقواس. فهنا سوف نحصل على أقل قيمة للإيرورز وسوف نضعها في المتغير minimum underscore error. بعد ذلك نقوم بتهيئة الفيجر plt.figure، نفتح الأقواس، figure size يساوي، نفتح الأقواس، 11.4، نغلق الأقواس، نغلق الأقواس. هنا نقوم بتهيئة الرسم الأول plt.subplot، نفتح الأقواس، 1.2.1، نغلق الأقواس. هنا سوف نقوم بتمثيل الإيرورز بشكل نقاط موصولة مع بعضها بخطوط. ف plt.plot، نفتح الأقواس، errors فاصلة بين علامتي اقتباس b.dash، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بتحديد النقطة التي يكون فيها الخطأ أقل ما يمكن. plt.plot، نفتح الأقواس، نفتح السكوير براكت، based underscore and underscore estimators فاصلة based underscore and underscore estimators، نغلق السكوير براكت فاصلة، نفتح السكوير براكت، صفر فاصلة minimum underscore error، نغلق السكوير براكت فاصلة بين علامتي اقتباس k داش داش، نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بعمل خط أسود مقطع يمر بالنقطة التي تمثل أقل error. plt.plot، نفتح الأقواس، نفتح السكوير براكت، 0.120، نغلق السكوير براكت فاصلة، نفتح السكوير براكت، minimum underscore error فاصلة minimum underscore error، نغلق السكوير براكت فاصلة بين علامتي اقتباس k داش داش، نغلق الأقواس. بعد ذلك سوف نوضح النقطة التي تمثل أقل error. plt.plot، نفتح الأقواس، based underscore and underscore errors فاصلة minimum underscore error فاصلة بين علامتي اقتباس KO، نغلق الأقواس. فهنا النقطة التي تعتبر أقل error سوف تمثل بشكل نقطة سوداء. بعد ذلك سوف نقوم بكتابة النص التالي plt.text، نفتح الأقواس، based underscore n underscore estimators فاصلة minimum underscore errors مضروبة في 1.2 فاصلة بين علامتي اقتباس minimum فاصلة ha تساوي بين علامتي اقتباس center فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. فهنا سوف يتم كتابة كلمة minimum فوق النقطة التي تمثل أقل error. بعد ذلك نقوم بتحديد حدود المحاور plt.axis، نفتح الأقواس، نفتح السكوير براكت، 0.120.0.0.1، نغلق السكوير براكت، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بوضع ليبل لمحور الـ x-axis plt.x label، نفتح الأقواس، بين علامتي اقتباس number of trees، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بوضع title للرسم plt.title، نفتح الأقواس، بين علامتي اقتباس validation error فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بعمل الرسم الثاني plt.subplot، نفتح الأقواس، 1.2.2، نغلق الأقواس. بعد ذلك سوف نقوم باستخدام دالة plot predictions التي عملناها في الفيديو السابق. فplot underscore predictions، نفتح الأقواس، نفتح السكوير براكت، gbrt underscore best، نغلق السكوير براكت، فاصلة x capital فاصلة y فاصلة axis تساوي، نفتح السكوير براكت، ناقص 0.5 فاصلة 0.5 فاصلة ناقص 0.1 فاصلة 0.8، نغلق السكوير براكت، نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بعمل title للرسم الثاني plt.title، نفتح الأقواس، بين علامتي اقتباس best model، نفتح الأقواس، percentage d trees، نغلق الأقواس، percent based underscore and underscore estimators فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بحفظ الرسومات بهذا الاسم، وبعد ذلك نقوم بعرض الرسومات. لاحظ هذه الرسومات التي تظهر لنا، هذا الإيرور وهو يتناقص مع زيادة عدد الاستيميتورز ضمن نموذج الأنسامبل، ويبدأ بالتناقص إلى أن يصل إلى هذه النقطة والتي تحوي على عدد معين من التريس أو من الاستيميتورز والتي يكون فيها الخطأ أقل ما يمكن، وبعد ذلك يستقر إلى أن يصل إلى مرحلة معينة يبدأ الخطأ فيها بالتزايد،
وهذه المرحلة تسمى بالOverfitting. طبعاً ومن الممكن أن نقوم بتنفيذ الEarly Stopping لإيقاف عملية التدريب مبكراً بدلاً من القيام بعملية تدريب عدد ضخم جداً من الأشجار أو الاستيميترز أولاً وبعد ذلك البحث عن أفضل عدد من الأشجار أو الاستيميترز. فالEarly Stopping سوف توقف عملية التدريب على باقي أشجار القرار، بما أنه باقي أشجار قرار سوف تؤدي إلى استقرار الإرار وعدم انخفاضه أو ارتفاع الإرار. ولدينا هنا نموذج الأنسامبل الذي تدرب باستخدام عدد الاستيميتر الأفضل، ولاحظ بأنه يكون بهذا الشكل، نوعا ما يكون متكيف مع البيانات ولم يدخل في وضعية الأوفر فيتينج مع البيانات التدريبية. الآن سوف نقوم باستخدام الإيرلي ستوبينج. أولا سوف نقوم بعمل أوبجكت للجريديان بوستينج ريجرسر كلاس، فGBRT object تساوي gradient boosting regressor، نفتح الأقواس maximum underscore depth يساوي 2 فاصلة warm underscore start تساوي true فاصلة random underscore state تساوي 42، نغلق الأقواس. وقد قمنا بجعل ال warm underscore start hyper parameter true، وذلك يجعل scikit-learn تحتفظ بأشجار القرار المتواجدة ضمن الأنسامبل عند استدعاء دالة الفت، والتي تسمح بعملية التدريب المتزايدة. بعد ذلك نقوم بعمل متغير الذي هو minimum underscore validation underscore error والذي يساوي float، نفتح الأقواس بين علامة اقتباس infinite، نغلق الأقواس. بعد ذلك سوف نقوم بعمل متغير والذي هو error underscore going underscore up والذي يساوي 0، وهذا المتغير يشير إلى حالة زيادة الإرار عند زيادة الاستيميترز، بمعنى الدخول في وضعية الأوفرفيتينج أو استقرار الإرار مع زيادة الاستيميترز. بعد ذلك نقوم بعمل لوب for n underscore estimators in range، نفتح الأقواس 1.120، نغلق الأقواس column. فهذا اللوب سوف يتفعل 120 مرة أو يتوقف عند الوصول إلى أفضل عدد من أشجار القرار. بعد ذلك نقوم بوضع عدد الاستيميتورز ضمن الGBRT object، فGBRT.n_estimators تساوي n_estimators. بعد ذلك نقوم بتدريب نموذج GBRT، فGBRT.fit نفتح الأقواس x_capital_train_y_train، نغلق الأقواس. وكما ذكرنا سابقا عندما جعلنا warm_start تساوي true، فإن scikit-learn سوف تحتفظ بأشجار القرار المتواجدة ضمن الأنسامبل عند استدعاء دالة الفت، بمعنى أنها فقط تقوم بزيادة شجرة على أشجار القرار المتواجدة وتقوم بتدريبها. بعد ذلك نقوم بالحصول على التنبؤات من نموذج الأنسامبل عندما يحوي على عدد معين من أشجار القرار، فواي underscore prediction تساوي gbrt.predict، نفتح الأقواس xcapital underscore validation، نغلق الأقواس. بعد ذلك سوف نقوم بالحصول على خطأ التحقق والذي هو validation error يساوي mean underscore squared underscore error، نفتح الأقواس y underscore validation فاصلة y underscore prediction، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بالفحص هل إنه validation error يكون أقل من minimum validation error أم لا، والتي تتحقق عندما validation error تكون أصغر من minimum validation error، وإن المينيمم فاليديشن ايرور في أول تفعيل لهذا اللوب دائما تكون أكبر من الفاليديشن ايرور، وذلك لأنه المينيمم اندرسكور فاليديشن اندرسكور ايرور في البداية تساوي float، نفتح الأقواس بين علامتي اقتباس انفينيت، نغلق الأقواس، والتي دائما تستخدم لغرض المقارنة ودائما ما تكون أكبر من القيمة التي يتم مقارنتها معها. بعد ذلك عندما تكون الـ validation underscore error أصغر من الـ minimum underscore validation underscore error، فسوف نجعل الـ minimum validation error تساوي الـ validation error، وبعد ذلك نجعل المتغير error going up يساوي 0، وإلا إذا كان الـ validation error أكبر من الـ minimum validation error أو يساويه، فسوف يتفعل التالي، وهو زيادة الـ error underscore going underscore up بمقدار 1، وإذا أصبح الـ error going up يكافئ الخمسة، فسوف يتم الخروج من كل هذا اللوب، بمعنى أنه قد وصلنا إلى أفضل عدد من أشجار القرار ضمن نموذج الأنسامبل. ولاستعراض هذا العدد نقوم بالتالي print، نفتح الأقواس gbrt.n underscore estimators، نغلق الأقواس،
وأن أفضل عدد لأشجار قرار هو 61 شجرة قرار. طبعا لقد أضفنا 5 شجرات قرار وذلك للتأكد بأنه الإيرار لا ينخفض بشكل أكبر، بمعنى أنه قد استقر أو دخل في وضعية الأوفرفيتنج. والآن لمعرفة الإيرار الذي قد وصلنا له فنقوم بالتالي. الآن سوف نقوم بطباعة المينيمم فاليديشن إيرار. فبرنت نفتح الأقواس بين علامة اقتباس minimum validation MSE colon فاصلة minimum underscore validation underscore error، نغلق الأقواس. فهذا هو minimum validation error والذي يساوي 0.0027 والذي يكون عندما عدد أشجار القرار ضمن نموذج الأنسامبل يساوي 61 شجرة قرار. طبعا الgradient boosting regressor class كذلك يدعم subsample hyperparameter والذي يحدد جزء من الأمثلة التدريبية لأجل أن تستخدم لتدريب كل شجرة. على سبيل المثال إذا كان Subsample Hyperparameter يساوي 0.25 فبالتالي كل شجرة سوف تدرب على 25% من الأمثلة التدريبية والتي يتم اختيارها بشكل عشوائي، وبالتالي هذا يقود إلى زيادة البايوس مقابل نقصان الفيرينس، وهو كذلك يؤدي إلى زيادة سرعة عملية التدريب بشكل كبير جدا. وهذه التقنية تسمى بالستوكاستيك جريديان بوستينج. طبعا يمكننا أن نقوم بتغيير دالة الكوست فانكشن المستخدمة مع الجريديان بوستينج من خلال اللوس هايبر بارامتر. لاحظ هنا أنه الكوست فانكشن تكون هي هذه الدالة ويمكن أن تقوم بتغييرها، بينما القيمة التلقائية للسب سامبل تكون 1 ويمكننا أن نقوم بتغييرها كذلك. طبعا الواحد تعني بأنه كل شجرة قرار تدرب على جميع الأمثلة التدريبية، ويمكنك أن تقوم بتحديد السب سامبل بقيمة معينة من 0 إلى 1. طبعا يستحق الذكر أن نقول بأنه هنالك تنفيذ محسن للجريديان بوستنج متواجد ضمن مكتبات بايثون الشائعة والذي هو الأكس جي بوست. طبعا الاكس جي بوست تشير الى الاكستريم جريديان بوستنج. طبعا الاكس جي بوست يكون سريع بشكل كبير وقابل للتطوير، ويكون الاكس جي بوست عنصر مهم جدا للذين يحاولون الفوز في منافسات المشين ليرنينج. وان الاي بي اي الخاص بالاكس جي بوست يكون مشابه تماما للاسكيلر. لاحظ هنا بانه نقوم بعمل اوبجكت للاكس جي بوست، فال xg boost underscore regressor تساوي xg boost dot xgb regressor. نفتح الأقواس random underscore state تساوي 42 نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بتدريب النموذج. ف xgb underscore regressor dot fit نفتح الأقواس x capital underscore train فاصلة y underscore train نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بالحصول على التنبؤات y underscore prediction تساوي xgb underscore regressor dot predict نفتح الأقواس x capital underscore validation نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بالحصول على خطأ التحقق validation underscore error تساوي mean underscore squared underscore error نفتح الأقواس y underscore validation فاصلة y underscore prediction نغلق الأقواس. طبعا ال xg boost كذلك تعرض الكثير من المميزات الرائعة، على سبيل المثال أنها تقوم بمراعاة الـ Early Stopping بشكل تلقائي. الآن سوف نقوم بتدريب نموذج الـ XGB Underscore Regressor، لكن هنا سوف نقوم بالـ Early Stopping. فـ XGB Underscore Regressor dot fit نفتح الأقواس X Capital Underscore Train فاصلة Y Underscore Train فاصلة Evaluation Underscore Set تساوي نفتح الـ Square Bracket نفتح الأقواس x capital underscore validation فاصلة y underscore validation نغلق الأقواس نغلق square bracket فاصلة early underscore stopping underscore rounds تساوي 2 نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بعملية الحصول على التنبؤات من النموذج y underscore prediction تساوي xgb underscore regressor dot predict نفتح الأقواس x capital underscore validation نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بالحصول على الايرور validation underscore error يساوي mean underscore squared underscore error نفتح الأقواس y underscore validation فاصلة y underscore prediction نغلق الأقواس. الآن لأجل أن نعرف الفترة الزمنية المطلوبة لنموذج الـ xg boost regressor فنقوم بالتالي percentage time it xg boost dot xgb regressor
نفتح ونغلق الأقواس دوت فيت نفتح الأقواس x capital underscore train فاصلة y underscore train نغلق الأقواس if xg boost is not none else none. وهنا سوف يظهر الفترة الزمنية لكل لوب ضمن ال xg boost والذي يكون 5.22 ملي سكند ونسبة الخطأ هي زائد ناقص 119 مايكرو سكند. شكرا لحسن الاستماع.